عندنا نحن من سنتين كنا تعاوننا مع بعض أكثر من مرة، فبعدين قررنا نسوي اتفاقية يكون ننظم مدة سنة كاملة الكورسات والأنشطة إيه والأشياء اللي بيدربون عليها الأطفال من صوبنا نحن من صوب السركال. جميل. طيب خلنا نتعرف شوي على برنامج مهارات السيارات، شو يحتوي هذا البرنامج؟ هو على حسب أعمار الأطفال، لأنهم عندهم من 3 سنوات لين 16 سنة، فعلى حسب الأعمار ندربهم على المهارات معينة. جميل. بس لما يعني مثلا الأطفال عندهم التلوين على الإطارات، يتعلمون السيفتي في السيارة، الأمان في السيارة، الأمن والسلام، ويتعلمون ليش الحزام وليش الإطار مهم، ليش كرسي الأطفال مهم في السيارة. فالطفل نفسه يقتنع بموضوع الأمان. حتى الطريقة تختلف. أي نعم. يعني تلقين الطفل بطريقة خصوصا لما أشياء فيديوهات يشوفونها بعينهم أو أشياء بإيدهم يسوونها فيقتنعون فيها أكثر. نعم يقتنع. وأيضا يمكن يذكر أبويه إنه يقولهم مثلا ضعوا الحزام. نعم. الأمان، فيكون هو موجه حتى. أي. في هذا العمل. زين هذه في أعمار صغيرة، لكن لو الأكبر شوية شو خلنا نقسم البرامج على حسب الفئات العمرية ونتكلم عن كل فئة على حدها بشكل أفضل. نحن مقسمينهم لفئتين، يعني نعم. من 3 لين 7 سنوات، وبعدين من 7 سنوات لين 16 سنة. نعم. فهم اللي من لين 16 سنة يقدرون يستوعبون أشياء أكثر، فنحن نراويهم مثلا ليش الفرامل مهمة، ليش أو كيف الماكينة أصلا تشتغل، والإطارات بعد الاستخدام وين تروح، بطارية السيارة بعد الاستخدام كيف يتم تدويرها.